غنيت اكلمي قولي شيء سمعيني اخر نكته شيء ونسيني احنا طالعين يعني اثنين متزوجين وطالعين نبي نبتسم نضحك شوي ماجد نعم في موضوع ابي اكلمك فيه هي قولي ولو ادري يمكن تضايق ولا يكدرك الموضوع وانت اصلا ما ودك تسمع طاري سعد بس بصراحه لازم اقول لك قولي تفضلي انت للحين مواصل تحريات على سعد ايه بس ما اعتقد بوصل حق نتيجه اوف ليش لأن حسب ظني يعني والناس اللي دزيتهم إن ماضي سعد جدا نظيف فما يفيدني بشيء إنزين ما عرفت شيء عنه يعني منو عائلته منو ينقال لهم أهو منو لا 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 ما أعرف لا عائلته لا منو ليش شي يفيدني بالله في عرفته هو من ولده ولا نسبه شنو شي يفيدني في الموضوع هذا زين أهل هذول لحن عايشين بس عادتك فين أنا قلت تسولف لو أدري خلاص يبقى تمضمضي بصمغ وسكتي مو إلا تسولفين معاي ما أبي تسولفين ظلي ساكتة أحسن إذا موضوع كذي بايخ ما نبي نسولفي ما لا تسولفي خلاص طالعين استانس سعد وسعد سعد وسعد وين تستانس رايحين بيت أهلك إيه بيت أهلي أونس من مواضيعك عن سعد الحين بيت أهلي صار عوع هلا باشمهندس عابير اسف على ازعاجك لا ما في ازعاج هذا شغل ما في مجامله اقول ايش فيك والله صاير مشري يعني فنشوني من الشغل نعم فنشوني من الشغل منو ان شاء الله يفنشك من الشغل بدون ما يرجع لي والله باشمهندس المشرف ليش فنشك انت مسوي شيء غلط والله ما سوى شيء غلط انت تدرين يعني كم سنه صار لي شغال عندكم في الشركه بس اللي انا شايفه انه كان في المواد لعب في المواد البناء ورغم ذلك رحت للباشمهندس المشرف على الموقع فقال لي مالك شغل هذا كلام الباشمهندس عابير وليش تأخرت ما قلت لي؟ أنا قلت أخذ بطنيب أحسن وأستنى انتظر عليه شوي ممكن يتعدل إلا ما فوجئت إنه جايبين أغراض رديئة لا تنفع للبناء نبهت العمال وقلت له دمت أنا المسؤول هنا على العمال مش هخليهم يشيلوا أي حاجة خلاص خلاص ولا يهمك أنا أعرف أتصرف رد الشغل كأنه ما صار شيء ولا تبين حق أحد إن عندي خبر وإذا في شيء دق عليه حاضر وإذا حد سألك شو رديت الشغل قول الشركة رديت شكرا أنا على شيء ثاني شكرا وينك يا سعد؟ ليكون بس هيلة صادقة والرجال بطل يشغلنا الله يستر هذا رقم غريب ذا ألو يا سعد وينك يا سعد يا أخوي أدقدق عليك من جدة ما ترد وش فيك؟ بغيت أرجع الجدة أنا إيه أنا في الكويت في المطار يلا استناك استناك اوكي حبيبي مع السلامة لو سمحت لو سمحت عندك ايه انت ابى اشوف العم سعد العم سعد مو موجود ومحدش من المسؤولين الكبار بيداوم نهاية الأسبوع عندك موعد معه؟ لا والله ما عندي بس أنا متأكد 100% إذا شافني العم سعد على طول راح يوافق على مقابلتي اسمح لي هذا مو شغلي تاخذ موعد وتتصل قبل ما تيجي تفضل أنا مو مصدقة شلون مهندس المشروع يبوقنا إحنا ولا ندري بشي اهدى يا عبير
اهدى خلينا نفكر بحل. شو تبيني اهدى احلام؟ لو مسؤول عمال كلمنا احنا ما ندري عن شيء، كل يوم نباق ركزنا على مشاريع الشركه وتركنا اهم مشروع. ما علي، هذه غلطتنا احنا، ركزنا على امور واهملنا امور ثانيه. بس عشان ابوي توفى الله يرحمه، الكل يبي ابوه بينها. عندك صوره؟ لا عندي، واعرف اسمه بعد. المساله وايد ضروريه بالنسبه لي، ضروري القاها الريال هذا، تكفى عون ساعدني القاه. لا تحاتي، انا اعرف واحد من الشباب له خبره بهالسوالف والصور، يوضح الصوره ويطلع المخفي. حلو. هذا اللي بالصوره انا شايفه المكان. وين شايفه؟ ما اذكر. تكفى معود تذكر. وين شايفه يا عون؟ وين شايفه يا عون؟ وين يا عون؟ احنا لازم نشيل هذا المهندس ونشوف لنا مهندس ثاني شريف امين يود حلالنا ويشوف العمال، ولا الزباين راح ينحاشوا من عندنا وتتشوه سمعة الشركة. عندي فكرة، انا اعرف زميل لي مهندس من ايام الجامعة، عنده شركة بسيطة على قده يشتغل فيها، هو مهندس وعنده خبرة بالاشراف على المنشآت والمباني، ان يبقى مؤقتا يشرف على المشروع لين يخلص، عقبها يحلها الف حلال. وشنو تنتظرين؟ كلميته رحله متوهقين. خليني ادور رقم تليفونه واتصل عليه، اليوم عطله، ايش فيك سبت؟ بنات، غرفه ابوكم قاعد تنظف، في ضيف جاينا ولا شيء؟ على حد علمي لا. يكون الاخ؟ لا ما اعتقد، ايش فيكم؟ نسيتوا ان احنا عرضنا عليه الموضوع من قبل وهو قال ما بيسكن؟ اي لكن انا الحين بيسكن عقب الحادث، بعد ما تعرفين مخه؟ لا يا خالتي، اكيد قاعد ينظفونها بعد اللي صار فيها امس، لما طاحت المزهريه على السجاده. الصبح نظفوها، يردون ينظفونها مره ثانيه، فندق خمس نجوم ما ينظفونها مرتين باليوم. كم خلينا نشوف السالفه. السالفه؟ سميرة؟ سمرة ويهد؟ نعم، نعم يا عمتي، حاضر. نعم ترفسش، تعالي. نعم يا عمتي، نعم 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 يا عمتي، أمور. نعم اللي ترفسش قول يا مين. لا والله، وتطالعيني بعد ما شرد عليك. صجلي قالوا ذيبة، ذيبة اللي تاكل تقول يا مين. بيتك يا سميرة، لهوي لهوي، قالك الموت يا طريق الصلاة. ايش قاعد يصير بالبيت من ورانا؟ بس على كيفك تدشين الدار وترتبين؟ انا قاعد اسوي الغلط، سميرة قالت لي اسويه. تخلخلت وردانك. خير خير، نامي يا عمتي احلام. نامي يا عمتي احلام؟ شو تخلي تدخل الغرفة وترتب بدون ما نعرف؟ انا بس عايزه اقول لكم حاجه، انا ما عملتش ده بكيفي ولا بمزاجي، دي اوامر عمي سعد، هو اللي قال لي نظفي الغرفة ورتبيها علشان هيسكن فيها. حتى لو قال لك، شلون تنظفون الدار بدون ما يكون عندنا خبر؟ طب انا هعمل ايه بس يا عمتي؟ هو اللي قال لي، نده لي وقال لي يا سميره لو سمحتي نظفي الغرفه ورتبيها علشان هسكن فيها زي ما قلت لكم. وبعدين انا قلت له حاضر، قام قال لي شرط يعني انه لازم المفتاح يبقى معايا انا بس وهو، ومحدش يدخل الاوضه ابدا غير انا وعمي سعد بس، فانا استاذنته ان امينه تدخل تنظف وانا احط عيني عليها. قال لي اوكي، وكمان قال لي حاجه مهمه قوي، قال لي ان كل حاجه لازم تفضل زي ايام عم ابراهيم بالظبط، مفيش اي حاجه تتغير. طب انا هعمل ايه يا جماعه؟ هو امرني وانا ما اقدرش ارفض له طلب. خوش والله، من صدق هذا ولا يتغشمر؟ لا هذا ما يستحي على وجهه. صدق ولا هو امر من نفرش دلال؟ تستحين؟ ما تفهمين انتي؟ ترى في اصحاب بيتي هني علامج. يلا يلا دلفي، هذا اللي ناقص بسمع كلامه. طلعي. حاضر يا عمتي، اهدي بس اهدي. ما تعلميني شلون اهدى، علمي نفسك حبيبتي شلون تهدين وتدشين الاماكن المفترض احنا يكون عندنا خبر فيها. يلا توكلي على الله. حاضر، يلا يا أمينة، يلا يا دناها نشوف شغلنا، عن إذنكم. يلا يا دناها، عنك ما شفت الظن أقول يا أمين. هذه آخرتها، شفتوا؟ أنا بعرف هذه ليش مستانسة، ثقة؟ يا دنايا أنا قايل
يوم شفتك ما ترد علي قلت أكيد الرجال هذا في شيء، قلبي لغزني. والله يا عبد الكريم أنا ما فكرت لا في ألم ولا في جرح. سعيد ضربة كانت قوية الحقيقة شوي، بس أنا اللي ضيق صدري الليلة الطويلة المملة اللي قضيتها في المستشفى وما جاني نوم، وأنت تعرفني يعني أنا عندي فوبيا من هالمستشفيات أكرهها والله. أعرفك أعرفك ما تحب المستشفيات ولا تواطنها بعيشة الله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. خطاك السوء ما أشوف شر، أهم شيء إذا الشرية هذه ما ضربتك بحديدة ولا فقعت راسك بطوبة كان ورحنا. الحمد لله. شوف يا سعد، من الآن فصاعدا انتبه على نفسك وخصوصا في البيت والناس اللي عايش معاهم. الله يستر. عبد الكريم أنا إن شاء الله إذا حسيت نفسي خفيت وشفت العافية بروح أنا وياك للمكان اللي وصفه لك عبد الرحيم، أبغى أعرف هذا الموضوع وأفهمه أكثر. أنا أقول إنك ما تروح معي. ليش؟ إيه ما تروح معي، خلني يا أخي أشوف شغلي، خلني أشوف شغلي وارتاح في شغلي. ما تثق فيني أنت، أنت يا أخوي ارتاح شوف اللي في راسك. اسمع أنا بمشي على كلامك، برسل لك سيارة وسواق عشان أوفر عليك الوقت وتروح أنت المكان اللي أنت تبغاه، بس إذا شفته فورا تبلغني، أبغى أعرف علاقته بإبراهيم. أنت أمر أمر، هذا الكلام مضبوط. لازم أفك نفسي من القلق اللي أنا فيه، ضروري أتخلص من هالتردد اللي متعبني. لمتى بنطر بنية تحبني وتقول لي أحبك؟ افرض إنه ميت شلون يعني؟ أحمد أحمد. ها إيش فيك؟ لا لا ما فيني شيء، شوية مضايق وأبي أطلع أشم لي هوا شوي. أنت قاعد ولا بتطلع؟ لا أنا بمر الشباب بروح القهوة، امش معي. لا لا مالي خلق، أنت روح أقعد وياهم، أنا مزاجي مو أوكي، إذا جيت يمكن أعكل عليكم قعدتكم. أنت لا خلصت دق علي. ها يلا ماشي. أقول تسكني راسي منهم، ذبحوني. أول شي بداها أبو ويحن يحن على سالفة الاجتماع مع سعد، ليش وقفتي معه؟ ليش وقفتي ضد ريلتش؟ وتم يحن على هالموضوع ما سكت، وأول ما سكت استلمتني أمه وتحن وتحن وتحن. يا خلاص انزعجت. أكيد ماجد افتحت موضوع اليهال. أكو موضوع غيره؟ أقول لك ما سكتت طول النهار وهي تحن 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 ولا سكتت، قبل الأكل وعقب الأكل ومع الأكل، حشا دوا مو موضوع. حبيبتي هلا من حقها، انتوا صار لكم 4 سنين متزوجين ودها تشوف حفيد هالمرة. اوه مليت من هالموضوع صدقيني مليت، ولا تصري مثله وتفتحي لي اياهني بعد. خلاص انا عندي اسباب وما ابي اجيب عيال الحين. هذه اعذار ما لها داعي، انا قاعد اتكلم جد. يلا عاد تشجعي ويجيبي لنا حفيد يناديني خالتي احلام. لا والله، وليش مو انت تتزوجين وتجيبي لنا حفيد وعشرة بعد هني يملون علينا البيت. يلا عاد انتي متزوجة وخالصة، يلا استعيلي ويبي لنا ياهل، انا تو الناس عليه. هلا داليا. اهلين، شلونك؟ الحمد لله يا رب. شلون راسك؟ لا لا احسن من اول بكثير الحمد لله. انا طالع ارتاح. ليش وين حياك؟ تفضل. تابع انا شوي بروح اطلع غرفتي. شكرا داليا. مساء الخير. مساء النور. سعد ايش في راح فوق؟ ما تدري؟ قرر ياخذ غرفة ابوي. اي بس هو من كم يوم ما كان راضي يروح فوق او يسكن في غرفة ابوي، بس غير رايه. الظاهر انه بيسكن بغرفة ابوي ردة فعل على اسئلتنا والحنة الزايدة اللي كنا نحنها عليه. Thank you.
ترى لو وعدتوا تبنا 24 ساعة تسولفون بهالسالفة خلاص الله يخليكم، لا نعيد ونزيد بالسالفة. بس ترى الظاهر إن صدق إحنا وايد لحينا عليه وضغطنا عليه بعد. تدرون أحس إن داليا هي الوحيدة اللي تصرفت عدل. شلون يعني؟ ما فهمت. يعني أنت الوحيدة اللي ما ناجرتي ولا تحاربتي وياه، بالعكس رحبتي فيه وعاملتي زين. هو بعد حبك وعاملك زين. الأهم من ذي كله إنك ما قاعدة تحسين باللي إحنا نحس فيه، ما قاعدة تخافين ولا قاعدة تفكرين بالمستقبل ولا بشيء من اللي إحنا نفكر فيه. الحين أنا ما عرفت لك، أنت قاعدة تذميني ولا قاعدة تمدحيني؟ لا حبيبتي بالعكس، أنا قاعدة أمدحك، ما قاعدة أذمك أبداً. تصرفك هو الصح، ما غرتك الفلوس ولا الشركة ولا الثروة، عكسنا إحنا عمت عيننا الفلوس والمظاهر وكل هذا، خلتنا ما نتعامل مع عادل ونسينا نسانيتنا ونسينا طيبتنا ونسينا كل هذا. يا بختك، مع أنك أصغر واحدة هم أنت اللي تصرفتي صح فينا. يا بختك مرتاحة، لا تفكرين بشيء ولا في بالك شيء الحين. والله زين دام انكم بديتوا تلومون نفسكم وقاعد تنتقدون تصرفاتكم، معناها في امل، في امل انكم تنجحون وتعدون هالازمه على خير. حلو، الحين نقدر نعرف سر هالغرفه وليش مقفلينها كل هالفتره. أنا بفهم هذا مدير مشروع شنو غبي ما يفهم، شلون يبوقنا؟ إحنا ما قصرنا معه بشيء. في ناس ما تخافهم لا ذمة ولا ضمير، هو ما فكر إذا قلل من مواد البناء ممكن العمارة تطيح على رأس الناس ويموتون؟ شنو هالبشر هذا؟ للأسف هالناس هالأيام ما عندها ذمة. بس عبير أكيد عصبت وزعلت صح؟ زعلت وبس؟ اللي قلبت الدنيا مسكينة. لا وهالمهندس ما كفى، ما كفى اللي سوى. تدري شنو سوى بعد؟ طرد رئيس العمال اللي يشتغل عندنا من سنين في الشركة. ذمتك هالمهندس مو غبي؟ غبي لا غبي وايد بعد، ما يستحي على وجهه. استغفر الله العظيم، الناس هذول ما ادري شلون عايشين. الو هلا. اوكي ما أعرف، يمكن بدارها يمكن طالعة، ما شفتها. شلونك يا أحلام؟ هلا أحمد، خير؟ الوالدة فيها شيء؟ لا الوالدة الحمد لله ما فيها شيء. تفضل دخل. لا مشكورة، ما له داعي، أنا ما راح أطول، بس كنت أبيك بموضوع ما قدرت أأجله. صراحة شغلت لي بالي، خير شنو صاير؟ أنا أبي آخذ رأيك بموضوع وايد مهم. ظاهر إن هالموضوع وايد مهم اللي خلاك تيجي عند بيتنا هالحزن. صراحة الموضوع وايد مهم، موضوع يخص حياتي أنا.
احلام انا قررت اني انفذ كلامك لي واسمع نصيحتك. اي كلام واي نصيحه؟ انتي مو قلت اني انا ومهلوك حق بعض؟ خلاص انا قررت اني اتزوجها. ايش فيك سكتتي؟ صراحه ما ادري شنو اقول لك، يعني فاجأتني بكلامك. ليش جاي تقول لي انا هالكلام؟ انا ايش دخلني؟ لان انت سبب هذا القرار. مو فاهمه شنو قصدك. قصدي واضح، انا عمري ما فكرت بمها ولا حتى جت في بالي، بس من نصحتيني نصيحتك هذه وكل شيء تغير. احمد ما ادري ايش اقول لك، بس موضوع مثل هذا مهم ومصيري، لازم تتريى فيه، ما تتخذ القرار بسرعه، يعني خذ وقتك فكر عدل، فاهمني؟ ملاحظ هالفترة انك وايد تعبانة ومبين عليك الشيء هذا. مو بس انا، حتى خواتي كلنا علينا نفس الضغط. بس انتي بزيادة، يمكن ان انتي اختهم الكبيرة وقاعد تحاولين تحلين المشاكل بروحك. احلام ارجوك اعطيني فرصة اساعدك. مشكور وايد يا احمد، هذه مشكلة عائلية لازم نحلها بيننا وبين بعض. ولو، بس الإنسان ساعات يحتاج حق شخص إنه يساعده، وهذا الشيء ما يقلل من قيمته وقدرته على حل المشاكل، وأنا بيساعدك. قلت لك مشكور وايد، هذه مشكلة بيننا وبين بعض، إحنا لازم نتعاون عليها ونحلها. أنت داش الحين مرحلة جديدة في حياتك، مرحلة مصيرية ولازم تنتبه حق نفسك. فيك؟ ليش تطالعني كذي؟ أنت مو بتتزوج مها؟ على إذنك. إيه يا سعاد، كنتي أكثر واحدة قريبة من قلب أمي وأبوي، كانوا يحبونك أكثر مني، وكنت أغار، إيه كنت أغار منك، كنتي حلوة ودائما محظوظة بكل شيء، تزوجتي مليونير، جبت عيال، عشتي حياة عائلية سعيدة، ثروة وجاه وبيت، كل شيء كل شيء عندك، وأنا تميت عانس، لا زوج ولا ولد ولا ثروة. بس الحين خلاص الوضع تغير يا سعاد، متي وافتكيت منك، وثروتك بتصير لي أنا،
مثل ما بنات صاروا كلهم تحت أمري ويحبوني لأني خالتهم الوحيد. الحين عاد دوري، أنا بتمتع بحياتي. منو؟ هذا جرغانونو، وحنا بس نسألها كم سؤال بس. ما في مشكلة، من حقكم أنكم تسوون الخطوات اللازمة يعني، ما فيها شيء. هذه خالتي مريم وصلت. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا هلا أختي مريم، نبي نسألك كم سؤال لو سمحتي. إن شاء الله. تفضلي. تعالي خالتي. طال عمرك سعد، هالايام وايد قاعد يسالني عن دفتر يوميات وقاعد ادور بكل مكان. ادري فيه. يعني عمي يقول لي ايش اسوي؟ ايش الحل؟ اشق الدفتر وافتك؟ لا لا لا، قول انك ما تعرف مكانه او انه غير موجود اساسا. ما نبي يبين هالدفتر، ليش؟ انه اذا بين بيخرب كل شغلنا. وبعدين خليك من الدفتر الحين. قول لي شلون علاقة سعد مع العائلة؟ بصراحة طال عمرك أمور ما تسر ولا تبشر بخير. البنات شكلهم مو مغبين إن سعد يكون بينهم. هذا عادي، ليش؟ إنهم خسروا كل شيء بسببه، وبوجود ماجد، مو بس ماجد، وجود مريم وعبد الفتاح أبو ماجد، كل هذول يشكلون خطر على الموضوع. طال عمرك إذا على عبد الفتاح أمره سهل بالنسبة لي لأنه معي بالشركة، بس المشكلة مو هني. المشكلة إني أتابع مريم والأمور اللي قاعد تصير بالبيت، هذا شيء وايد صعب علي. لا تجيب لي أعذار وحجج. أبيك توزع ربعك على كل مكان، خلهم يصيرون عيونك وذونك، خلهم يراقبون كل شيء. وإذا المسألة مسألة فلوس قصرتك، لا تهاتي، بتوصلك. لا طال عمرك، أنا ما أتحجج ولا أحط أعذار حق شغلي، وإذا على الفلوس فخيرك مغطيني ومكفيني وزيادة عمي. بس المشكلة بقلة المعلومات اللي قاعد أخذها من سميرة. ضبط أمورك معها، تأكد إذا خلص الموضوع بغرقك فلوس، ولا تنسى هذا. حاضر طال عمرك، ببذل كل طاقتي وجهدي، ما يصير خاطرك للطيب. أدري فيك جاد ومخلص، علشان كذي ما أبيك تجيب لي أعذار. أبيك تحل الأمور أول بأول قبل لا تتفاقم وتزيد. العمل اللي إحنا قاعدين نقوم فيه عمل جاد وخطير، في مصير ناس وايد. أي خطأ ولو صغير من سعد ومن غيره يخرب كل اللي احنا سويناه، يخرب كل تعبنا. والحين روح شوف شغلي وخلي ارتاح، ليش؟ اني تعبت من الحكرة. لما سمعت الصوت ليش ما ناديتي أحد من رجال البيت؟ ليش تصرفت من نفسك؟ وقتها وأنا بهالربكة والدنيا ظلمة وليل، أفكر أنادي أحد؟ الغرفة كانت ظلمة، درعمت بشوف منو اللي داخل البيت. طبعاً أنا شفت واحد مت من الخوف، وقتها دافعت عن نفسي، وين أفكر أنادي أحد؟ الله يهديك، وايد صعبة. عموماً أنا متأكد أنه حادث عرضي بالخطأ. على العموم حنا نكتفي بالقدر من الأسئلة، وأرجو أن ما أكون أزعجناكم. أبداً، بيتكم. عن إذنكم. تفضل. تفضلوا. تفضلوا. مع السلامة. مع السلامة. هذا اللي كان ناقص بعد. شرطتي بيتنا آخر الليل ولا بعد تحقق ويانا. استغفر الله العظيم.
يا أخ سعد، يعني مستحيل تفكر أو يروح في بالك إني ممكن أنا بلحظة أفكر أقتلك أو إني أذبحك، حاشا لله ما بيني وبينك شيء. تصدقين عاد، والله أنا ما أثق في كلامك. سمعتوه؟ شفتوه؟ سمعته وش قال؟ يتهمني غصب إني أنا بذبحه. لا، مصمم يطرد من البيت بأي شكل من الأشكال. بذمتكم هذا واحد تأمنون على حلالكم وحلال أمكم وأبوكم الله يرحمهم؟ شفتوه ولا لا؟ عزيز العمي، أنا اليوم ما راح أروح الشركة، أبيك تروح للفندق تكون مع عبد الكريم، أي طلبات يحتاجها خلك معه حتى لو قضيت اليوم كله. أوكي؟ حاضر عمي. تعمل على شيء؟ يعطيك العافية، شكرا، مع السلامة. عزيز عزيز، هلا عمي. الوالد شلون صحته الحين؟ والله عمي آخر مرة قعدت معاه كان يهدر ويقول كلام غريب، بس الحين الحمد لله أحسن. كلام غريب؟ هي عمي. شلون يعني؟ ماكو، لما قاعد معاه قاعد يقول احنا ظلمناها، حرام علينا، ظلمنا البنية، غدرنا فيها. طب اسمعني، اول ما تحس ان صحته تمام بلغني عشان نزور. حاضر عمي، بس على فكرة ترى هو مرتاح، تبي امرك المغرب ونروح له؟ ماشي، خلص مشاويرك مع عبد الكريم ومرني. حاضر. ماشي، حاضر، مع السلامة. ما جد انت طالع؟ ايه طالع، عندي شغل. ابوي قال لي تعال مبكر علشان نخلص من اجراء هالمناقصه، مو بنقدمها يوم الثلاثاء، فلازم نقعد مبكر عشان نخلص. امس انتيت متاخر، ما مداني اقول لك. الشرطه جات بيتنا امس وحققوا ويا خالتي مريم. ايه، وعرفوا شيء؟ يعني اقصد شكوا بشيء؟ شكوا يشكون بشيء؟ خالتي مو بسوي شيء عشان يشكون فيها. ايه زين، وسعيد شنو قال؟ ما قال شيء، بس يقول ان خالتي مريم مو مسوية شيء عن قصد، يعني الموضوع طلع مو متعمد. اوف اخله، صجنا نذل وخسيس. ها، ايش فيك؟ شلون؟ انت ما تدرون هذا شنو سوى؟ هذا ما قال مباشرة انها جريمة، لا مو انها جريمة على سبق اصرار وترصد، هذا خلى الشرطة في محور شيك. اي والله صاج كذي تم الموضوع معلق، يعني اي شيء يصير بسعد خالتي تكون مشتبه فيها. هذا كلش نذل وخسيس، بس انتم مخ ماكو، فكروا شوي. انتم زينين بس لو تفكرون، انا خلني الحق نشوف. مسكينه خالتي، امس كانت ميته من الخوف، كسرت خاطري الصراحه، وجهها اصفر وترجف، ريولها ما كانت شايلتها. الحمد لله اني قعدت يمها لانهدت ونامت. ايه عيل، احنا يدخلون علينا الشرطه اشتباه قتل، شذي يصير فينا؟ لو داشين على ايام امي وابوي الله يرحمهم، وين ودن ويوهم من الناس؟ لو كانوا عايشين ما كان صار هذا كله. صدقتي، كان لا خالتي عاشت عندنا
ولا سعد دخل حياتنا وعفسها من فوق لتحت. ما أقول غير الله يرحمهم ويغمد روحهم الجنة بس. آمين. صدق صار على هذا المهندس. بينا اليوم الشركة إن شاء الله. ميزين، عبالي نسيتي. معقولة أنا أنسى شيء يتعلق بالشركة؟ نسيتي وصية أبوي الله يرحمه أول ما اشتغلنا فيها؟ قال الشركة والأسرة أثنينهم حطوهم بقلبكم وصكوا عليها، وإذا ما قدرتوا تحافظون عليها أنتوا ما تستاهلون. أنا عمري ما نسيت هالكلام، على طول في بالي. إلا خالتي وين؟ ما أدري، كير بغرفتها. الورد جميل ولو ألوان عليها دليل. يا عيني يا عيني يا سميرة، يا سلام. جوا سميرة. اهلا 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 يا قمر، ازيك؟ عاملة ايه؟ منورة الدنيا كلها. تسلميلي، من زمان ما شفتك. الحمد لله انا كويسة زي الفل. حبيبتي شلونك الحين؟ شلونك مع مريم؟ الحمد لله كويسة. هعمل ايه يعني؟ اديني بقاوح معاها وبتاوح معي. ما علي حبيبتي، انا عارفك انتي قوية، تحملي شوي وحاولي انك تتفادينها كثر ما تقدرين. انا عارفة ايش كثر انتي تحبين هالبيت، تحبين اهلها، وصدقيني اخر شيء انتي بتفوزين. الله يصبرك ويعطيك العافية. يا رب يا مسهل، هنعمل ايه يا ضنايا؟ انزين استاذ سعد هني؟ اه موجود، تحب اندهولك؟ اي لو سمحتي. من عناية، تفضلي حضرتك وانا اندهولك في ثانية واحدة. مشكورة حبيبتي. تفضلي حبيبتي. تعالى انت بقى ملم المية.